مالكم، معكم إلهام من مدينة الرشيدية. عندي واحد البروجي صغير اللي هو وف الأب، كندير لي غوفر. جيت المدينة ديال بوزنيقة حيت هي واحد المدينة ساحلية، وفي فصل الصيف كيكونوا بزاف لي توريست، الجالية المغربية المقيمة بالخارج كيجيو بزاف لمدينة بوزنيقة. فكرت في هذا المشروع حيت بغيت ندير شي حاجة ديالي كتخصني أنا بوحديتي. من بعد ما خديت الدبلوم ديالي في التكوين المهني، فكرت باش انني ندير هذا البروجي صغير حيت ما لقيتش خدمه وما لقيتش شي خدمه اللي تناسبني. اختاريت هذا البروجي ديال واف الاب اللي كنصوب فيه لي غوفر، اختاريت واحد لا غوسيت اللي هي سبيسيال. من بعد ما مشيت شحال بلاصه وشحال بلاد دقت فيهم لي غوفر، درت هاد لا غوسيت باش تكون سبيسيال بالنسبه للمشروع ديالي. واخا كنصوب لي غوفر سكري اي سالي، بالنسبه لي غوفر سكري عندي لي غوفر نوتيلا كراميل اي دوتر شوا. بالنسبه لي زيكسترا او بيان توبين كندير لوتوس سويتيز كيت كات فروي سيك. بالنسبه لي غوفر سالي كندير لي غوفر سالي ناتور لي غوفر سالي فرماج شاركوتري. وكنشكر الاعلام والصحافه على هذه الفرصه اللي عطوني باش انني نبين المشروع ديالي، وخاصه جريده ديال ماروك 24 اي ماب 24.